يسأل عن حكم الزوجة الناشز. تمام. النشوز حرام، نعم، ولا يصح للمرأة أن تنشز على زوجها، لأن هذا يؤدي إلى دمار الحياة الزوجية، والحياة الزوجية شرعت لأجل إقامة الأسرة وإقامة البيت، ويخرج منها يعني أبناء أسوياء، فهي بناء للمجتمع، من الخطورة بمكان إن إحنا يعني لما يكون في زواج إن إحنا مش عارفين قيمة بناء الأسرة، مجرد الزواج لقضاء الوطر. نعم، قضاء الوطر مطلوب، لكن مطلوب أيضا إقامة أسرة سوية، وإن كل طرف يعطي للطرف الثاني حقوقه. فلذلك نشوز المرأة حرام، ولا يصح للمرأة أن تترك طاعة زوجها، بل هذا أمر هي مأمورة به، وتعلم أن في ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى، بل وسبيل إلى جنة الله عز وجل. نعم. يعني الفكرة برضو أن المرأة أحيانا لما تنظر إلى طاعة الزوج، إلى أن طاعة الزوج إنما هي في المعروف، الإسلام ما أطلقهاش، وهي في ذات الوقت مأجورة عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، فهي بتفعل ذلك طاعة لله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم سيدنا.